خليني أروح مع حضراتكم كمان لمطرانية الأقباط الأرثوذكسية الحقيقة بمركز صملوط شمال المينيا اليوم الخميس 6 يونيو بدء احتفالات قدوم العائلة المقدسة لدير جبل الطير شرق النيل واللي بتستمر حتى 13 يونيو. بيتردد عليها أكثر من 2 مليون مواطن من جميع الطوائف داخل وخارج مصر في ملتقى بيعبر الحقيقة عن الروح الوطنية. الحقيقة شيء جميل جدا. وأكدت كمان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز صملوط إقامة الاحتفالية خلال الفترة من 6 يونيو المقبل وحتى 13 يونيو لارتباط الموعد بعيد القيامة المجيد ودخول العائلة المقدسة في المنطقة. ودايما في الأسبوع الخامس من انطلاق الاحتفالات العيد وخلال الفترة الخمسين يوم واللي بتعلن فيها الكنيسة فرحتها كمان بالعيد. خلينا ناخد يعني مداخلة من القس تأوفليس كاهن مسؤول في دير السيدة العذراء جبل الطير. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. كل سنة دايما ومصر دايما كلها بخير ودايما عايشة في سلام وفي محبة وفي وئام. أكيد. عندنا هنا احتفالات دير العذراء بدير جبل الطير بيتجمع عندنا ما يقرب من 2 مليون مسيحي ومسلم داخل أسوار البلد. الكل طبعا بيأتي من بقاع العالم كله سواء مصريين أو خارج مصر يتبارك من المكان الذي لجأت إليه العائلة المقدسة وأقامت فيه 3 أيام. صحيح. الحقيقة يعني يبدو من الصور طبعا الجمال اللي موجود وكلمنا أكتر على هذه الاحتفالات. يعني في كل عام الحقيقة الاحتفالات بتبقى كمان أكبر وفي يعني اهتمام أكتر وتطوير أكتر. هو طبعا حضرتك في بس ملاحظة أن الاحتفالات بتنتهي بخميس صعود ربنا يسوع المسيح وليس عيد القيامة. تمام. يعني فالاحتفالات بتبدأ حضرتك من يوم 6/6 تنتهي 13/6 على أسبوع كامل. أسبوع كامل تمام. والكنيسة عندنا بتتميز بالمغارة اللي هي لجأت ليها العائلة المقدسة وأقامت فيها 3 أيام متتالية. تمام. والكنيسة عبارة عن صخرة منحوتة في الجبل. ما واضح في الصورة الحقيقة جميلة وشيء جميل يعني الحقيقة يعني واضح جدا يعني من جمال الصورة. يعني ربنا يبارك وإن شاء الله الجميل الجميع كده يستمتع وتبقى احتفالات رائعة وجميلة بإذن الله. وعندنا حضرتك طبعا فندق العائلة المقدسة ده بيتجمع سياح وأجانب ومصريين من داخل مصر ومن خارج مصر ايضا بيستقبل كل اللي بيحاولوا ان هم يجوا عندنا ويتباركوا من المكان وبيسكنوا في الفندق مده الاسبوع كامل. اكيد يعني نتمنى لكم كل الاحتفالات تبقى حلوه والناس تسعد الحقيقه وتقضي وقت الحقيقه يعني يبقى وقت جميل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ودايما كده قائمين على هذه الاحتفالات ونبقى كلنا في وئام زي ما حضرتك قلت. ويعني كلنا الحقيقه يمكن الايام المقبله باذن الله كلها احتفالات دينيه الحقيقه يعني مسيحيه واسلاميه وتفضل الاحتفالات دايما كلنا مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا القس تأوفليس كاهن مسؤول في دير السيده العذراء جبل الطير. كل سنه وانتم طيبين وشكرا على يعني هذه المداخله.